مين الصوت اللي اختاره الجمهور العربي في الموسم الاول من ذا فويس علشان يكون احلى صوت؟ الصوت الطربي مراد بوريكي. الف مبروك لمراد بالبريك من كلنا. مبروك عالإحساس، حسيت بيه خلاص، يعني بقالك قلبي بيبكي وبقيت كده زي الناس. مبروك عالأحزان، ابكي شوية كمان، طهر روحك وانا هفرح لك، انا مش جاي وفيك شمتان. الحب ليه ده اللي جريت عليه زيك تمام؟ حسيت بيه خلاص، يعني بقالك قلبي بيبكي وبقيت كده زي الناس. مبروك انك جيت وعرفت وحسيت، ازاي عشت الجرح ليالي بتعذب وقسيت وبكيت، عشت خلاص في النار دلوقتي بتنهار، انا اسف مش هرجع تاني، فرصة سعيدة ان انت مشيت. زيك تمام اللي سابك اوام، شفت عملت ايه ده اللي رحت لي باع ومفيش بكام. مبروك عالاحساس، حسيت بيه خلاص، يعني بقالك قلبي بيبكي بقيت كده زي الناس.